حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وسنتابع بحلقتنا لهذا اليوم أهم الأخبار والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، والبداية كالعادة من العناوين. تعزيز أطر التعاون البيئي مع هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان، رقابة بيئية مكثفة لعدد من مجازر بغداد. كما نشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. بيّن وزير البيئة المهندس نزار أميدي خلال استقبال سفير الياباني فوتوشي هاتسماثو عن رغبة الحكومة العراقية بمضاعفة أطر التعاون المشترك وجذب الاستثمار الياباني والتكنولوجيا المتطورة، لا سيما في المشاريع البيئية التي تسهم في التقليل من أثار التغيرات المناخية ضمن المشاريع المعدة في خطة التكيف الوطنية، منها التكنولوجيا الخاصة بالاستخدام الأمثل للمياه والزراعة الحديثة بالإضافة إلى الطاقات المتجددة. السفير الياباني من جهته عبر عن رغبة حكومته بدعم الحكومة العراقية في المجالات كافة، ومنها رغبة نقل الاستثمار والتكنولوجيا البيئية التي تسهم بتطوير الجانب الخدمي والبيئي في العراق. أكد وزير البيئة المهندس نزار أميدي خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري سعي العراق إلى تفعيل وتوسيع نطاق العمل بين البلدين لتبادل الخبرات في المجالات البيئية من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. من جانبه شدد السفير السعودي على حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات. أكد وزير البيئة دعم الحكومة العراقية الاهتمام بالتنمية الفكرية والتوعوية للمجتمع لا سيما بالمفاهيم البيئية، لافتا إلى أن جهود مكثفة تمارسها الوزارة في تعميق الوعي البيئي والأدوار المطلوبة لدى كل القطاعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال زيارة وزير البيئة عدد من دوائر الوزارة، حيث زار معاليه المبنى الذي يضم دائرة التوعية والإعلام البيئي والدائرة القانونية وقسم العقود، واطلع على أهم المعوقات التي تواجه حمل هذه الدوائر، وأوعز بإيجاد الحلول والتركيز على أهمية مضاعفة الجهود في موضوع توعية قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة في موضوع المفاهيم البيئية والتغيرات المناخية. كما وجه وزير البيئة أثناء جولته التفقدية بالاهتمام بالجوانب القانونية وتعديل قانون حماية وتحسين البيئة بما يتلائم مع التطورات التي تحصل في الجانب البيئي والتقني، والتي تتلائم مع مشاريع الاستثمار والأنشطة الصناعية الجديدة التي تبتغي الوزارة أن تكون صديقة للبيئة. وفد من وزارة البيئة برئاسة الوكيل الإداري وعدد من المسؤولين إلى هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان، وهذا للمضي قدما ومضاعفة أطر التعاون في المجالات البيئية كافة وبالأخص التغيرات المناخية. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها سويا مع الزميل نمير عادل حسون في التقرير الآتي. تعزيز أطار التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية وتبعاتها وتبادل الخبرات في مجمل الملفات البيئية ومن ضمنها التغيرات المناخية، إضافة إلى ملف إزالة الألغام والعمل على تنظيف المدن العراقية كافة وضمنها إقليم كردستان. لذا أرسل وزير البيئة المهندس نزار أميدي وفدا رفيع المستوى إلى الإقليم برئاسة الوكيل الإداري للوزارة الدكتور كاميران علي حسن ومدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون وعدد من المسؤولين في الوزارة. اجتمعنا ويا السيد رئيس هيئة البيئة وسادة المسؤولين في هيئة البيئة الإقليم، وكان اجتماعنا يخص آلية التعاون بين الطرفين من أجل التوعية البيئية في العراق والأقليم.
وخلينا خريطة الطريق وآلية التعاون بيناتنا، ونتمنى المستقبل يكون أفضل من أجل خدمة البيئة للمواطنين العراق أجمعين. وكانت الزيارة الأولى لمؤسسة شؤون الألغام في الإقليم، حيث بحث الوفد مع رئيس المؤسسة جبار رشيد وعدد من المديرين فيها أهمية تكثيف التوعية عن مخاطر الألغام وكيفية دمج المصابين في المجتمع. من اليوم تم الاتفاق على تشكيل فرق توعوية وفرق عمل مشتركة في ما بين بغداد والإقليم، وستعمل هذه الفرق على تنفيذ هذه الحملات التوعوية في المناطق الملوثة بالألغام، وأيضا على توطيد التعاون والوصول إلى المصابين ودمجهم بالمجتمع من خلال مجموعة من الفعاليات المعنوية، وأيضا توفير المستلزمات لهؤلاء المصابين. يعد الملف البيئي والتغيرات المناخية من ضرورات العمل الوطني، إذ تمت دعوة رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان عبد الرحمن صديق والمسؤولين فيها للمشاركة في مؤتمر العراق للمناخ الذي سينعقد في البصرة منتصف آذار المقبل، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارة البيئة الاتحادية في مجمل القضايا البيئية وخطوات تطبيق خطة التكيف الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية. اليوم اجتمعنا بحضور السيد الوكيل الإداري لوزارة البيئة الاتحادية والوفد المرافق له للتنسيق في جانب معين، وهي جانب التوعية البيئية. ولذلك نرى بأن الفرد العراقي بحاجة إلى التوعية البيئية وكذلك الاهتمام بجانب الإعلام البيئي، لأننا في النهاية نريد أن نصل من خلال الإعلام البيئي والثقافة البيئية والتربية البيئية إلى توعية بيئية، بما يؤدي إلى تغيير سلوك الفرد العراقي نحو الاهتمام بالبيئة وتحسينها. الاهتمام بالوعي البيئي يعد الركيزة الأساسية في وضع الحلول والمعالجات لتحسين الواقع البيئي في عموم مدن العراق والإقليم. لبرامج التوعية البيئية، نمير علي الحسون، أربيل. مؤتمر العراق للمناخ، وهو مفصل الشروع من مرحلة التخطيط والاستعدادات إلى مرحلة التنفيذ والإعمار البيئي، والذي سيعقد للفترة من 12 إلى 13 من آذار في مدينة العطاء البصرة الفيحاء، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. مؤتمر هو الأول من نوعه، تشارك فيه كل الوزارات القطاعية المعنية والأكاديميين والخبراء والمختصين والمنظمات الدولية وممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة لبحث التحديات والأولويات في وضع البرامج والمعالجات الآنية والمستقبلية لتأثيرات التغيرات المناخية والتصحر. الحكومة العراقية وكل مؤسسات الدولة معنية في تطبيق خطة التكيف الوطنية. مؤتمر العراق للمناخ، خطوة مهمة نحو الإصحاح البيئي. جولات تفتيشية لعدد من المجازر ومحال القصابة في منطقة الدورة ببغداد قام بها فريق مشترك من دائرة التوعية والإعلام ومديرية بيئة بغداد في وزارة البيئة، وهذا بالتعاون أكيد مع الشرطة البيئية. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نتابع سويا التقرير الآتي. الجزر العشوائي ظاهرة غير حضارية بما تحمله من تأثير على جمالية العاصمة بغداد والواقع البيئي والصحي في انتشار الأوبئة والأمراض داخل المناطق السكنية وتكدس للنفايات وفضلات الحيوانات وانتشار الروائح الكريهة. استنادا إلى توجيهات معالي السيد وزير البيئة والتنمية وتحسين البيئة في منطقة الوسط،
تقوم مديرية بنية بغداد بالتنسيق مع الجهات القطاعية الموجودة ضمن قاطع بلدية الدوحة، من ضمنها الشرطة البيئية والفوج الرئاسي والشرطة المجتمعية، في حملة لمتابعة أعمال الجزر العشوائي. بالحقيقة واحد من الأعمال المرفوضة عندنا ظاهرة، أولا ظاهرة غير حضارية، ثانيا تأثيرها الصحي وانتشارها بين الدور السكنية بحالات من حالات مرضية عديدة. ضمن واجبات مديرية بيئة بغداد متابعة موضوع أعمال الجزر العشوائي، ظاهرة الجزر العشوائي منتشرة ببغداد بشكل ملفت للنظر. نحاول تنفيذ الإجراءات اللي يأمر بها مع الوزير البيئي بإزالة الجزر العشوائي من هذه المناطق السكنية بسبب وجود رواح كريهة وانبعاثات تجعل من الأمراض مستشرية في هذا الوقت اللي المواطن اللي مفروض يتمتع بحياة آمنة وبيئة صحية أفضل من هذا الواقع. حاليا نحن نقوم بواجباتنا من وزارة البيئة استنادا للقانون. قبل هذا الواجب أصلا احنا طلعنا عدة مرات لهذه الأماكن، قدمنا النصيحة من خلال التوعية البيئية، مشاركة دائرة الإعلام والتوعية البيئية عدة مرات، لكن للأسف بعض المواطنين يصرون على المخالفة. عدد من المخالفات تم رصدها خلال هذه الجولات التفتيشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 مع مصادرة عدد من الأغنام. احنا حملاتنا مستمرة على أهل الأغنام والمواشي، وحملة ودنصادر منهم ودنزيلهم، يعني الإجراءات مالتنا كلتنا متخذية، والإنذارات يوميا نعطيهم إنذارة، فتعبون يعني حيل أدون، والله العظيم حيل أدون، يعني يوميا صبح حملات، الظهر حملات، مرات بالليل نطلع عليهم حملات، المصادر يعني المصادر احنا يوميا نصادر من عندهم، يوميا نصادر، واللي نصادر ينباع بالمزاد يعني ما يرجع لهم، والإزالات مالتنا بين يوم ويوم، كل يومين والثالث. فيعني تعبونا حيل تعبونا أدونا والله للمواشي حيل. ويبقى إجراء الكشوفات الدورية والمستمرة ورفع جميع التجاوزات الموجودة داخل المناطق السكنية ضرورة ملحة لما تسببه من تأثيرات سلبية على جمالية المدن والبيئة وصحة وسلامة الجميع. انظر يا عم علاء الدين، أرى دجلته قد شح وقل زرقه ونقاوته. نعم سندباد، هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والناتجة من رمي النفايات والأنقاض من الأنشطة الصناعية. ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاص كلها عليها مراعاة عدم رمي نفاياتها في مصادر المياه. وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة، والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول، كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات. لابد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلامة دجلة والفرات. لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكلة كبيرة، لابد للمعنيين في شأن التوعية حث المواطنين بعدم الهدر بمياه الشرب، لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحي الغير معالجة، وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه. جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية. العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم، ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض غبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثلما كان في كل العصور. برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية وتحت شعار الطاقة النظيفة
لمستقبل أكثر أمانا. نفذت منظمة الواحة الخضراء ومنظمة عيون الخير الإنسانية ومؤسسة أليس لحقوق المرأة والطفل ورشة عمل حول الطاقة النظيفة وتأثيرها الإيجابي على التغيرات المناخية والبيئة، وبالتعاون مع محافظة الديوانية فريق إيزو ومكتب شؤون المنظمات على قاعة مفوضية حقوق الإنسان. تخلل الورشة إقامة معرض للأدوات والعدد الخاص بالطاقة النظيفة من قبل شركة الأمان العالي للتقنيات والتجارة العامة. أحبتي المشاهدين، ننتقل سويا إلى الحقيبة الإخبارية لمتابعة أهم الأخبار لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. قامت الفرق الرقابية في مديرية بئات كربلاء بإجراء زيارة ميدانية لمعمل بيع وصناعة المواد البلاستيكية للوقوف على مدى التزامه بالمحددات البيئية وإعداد لائحة الاشتراطات البيئية الخاصة بالوقود وإدارة النفايات والضوضاء والحفاظ على السلامة والصحة المهنية. أجرت الفرق الرقابية التابعة إلى مديرية بيئة الديوانية جولة ميدانية لمتابعة الأنشطة والمشاريع في المنطقة الصناعية على طريق عفك العام، ومن خلال الكشف لوحظ أن التزام الأنشطة بتنفيذ المتطلبات والمحددات التي أقرتها الوزارة وحصولها على الموافقات البيئية. قامت اللجنة المشكلة من قبل مديرية بيئة الأنبار شعبة الوقاية من الإشعاع وبالتعاون مع الشرطة البيئية والشرطة المحلية بإجراء زيارات تفتيشية لعدد من المجمعات الطبية شملت عيادات الأشعة للتأكد من مدى مطابقتها للمحددات والمتطلبات الإشعاعية، وتم متابعة تلك العيادات والتأكد من كون عدد منها غير مرخص وفقا للتعليمات الصادرة من مركز الوقاية من الإشعاع ثم تنفيذ أمر الغلق بحقها. وجهت مديرية بيئة كركوك أوامر غلق بحق عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية في المحافظة لمخالفتها ضوابط وتعليمات الوزارة بعد إجراء كشف بيئي عليها بحسب قانون حماية وتحسين البيئة المادة 11 رقم 27 لسنة 2009. أجرت الفرق الرقابية في مديرية بيئة واسط كشفا بيئيا على مستشفى النعمانية العام في واسط لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية والصحية من خلال جولات تفتيشية على أقسام وردهات المستشفى لمعرفة آلية عزل النفايات البلدية عن النفايات الطبية الخطرة، ولم تسجل أي مخالفة بعد إجراء الكشف عليها. فريق من شعبة النظم البيئية الطبيعية كشفا ميدانيا على عدد من محال بيع الطيور ضمن قضاء مركز الحلة، وتم متابعة الواقع البيئي من حيث النظافة واستخدام المعقمات بشكل يومي ومدى توفر التهوية المناسبة، وتوجيه أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام معدات الوقاية كالكفوف والكمامات والواقيات، مع توجيههم بالإبلاغ المباشر عن الحالات المشتبه بها للوقاية من الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور. استجابة لشكاوى عدد من المواطنين في قضاء الناصرية شارع بغداد على عدد من المولدات الكهربائية الأهلية، قام فريق من الشعبة الحضرية وحدة الضوضاء في مديرية بيئة ذقار وبالتعاون مع الشرطة البيئية بمتابعة الشكوى وإجراء الكشف ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات المناسبة. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمهام جديدة ونشاطات جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.